مغلقة. على ما يبدو أنها جلسة مغلقة. استمعنا معكم مشاهدي الكرام على مدى هذا الوقت الطويل هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت بناء على طلب من مصر بشأن مناقشة تداعيات سد النهضة، والتي طلبت فيها مصر بوقف ملء سد النهضة من قبل الجانب الإثيوبي إلى أن يتم الاتفاق الملزم لكل الأطراف. واستبقت هذه الجلسة جلسة للمكتب الفني للاتحاد الإفريقي الذي اطلع بدوره في هذه الفكرة وفي هذه المشكلة. الكلمات استمعتم إليها، ولكن الوقوف مع تحليلها ومضمونها ودلالاتها نتوقف فيها أو نعود فيها إلى ما بدأنا إليه قبل هذا الانعقاد. كان معنا عبر خدمة سكايب واستمع معنا أيضا وبقي معنا وسينضم الآن إلينا الدكتور عباس شراقي، وهو أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عبر خدمة سكايب كما نوهنا لحضراتكم. دكتور، أطال الانتظار ولكن استمعنا إلى كلمات كل المسؤولين والممثلين وعاد مندوب إثيوبيا للكلمة التي ألقاها ثم أعاد التعقيب. هذه الملاحظة هي التي اختتمنا بها هذا البث المباشر، كيف رأيتها وكيف دققت فيها وكيف استمعت إلى كلمته ولماذا طلب الكلمة من جديد؟ دكتور عباس، دكتور عباس أنت معنا الآن على الهواء مباشرة، تستمع إلي؟ طيب دكتور عباس، نحن الآن على الهواء مباشرة، النداء مرة أخرى، هل تستمع إلي كما استمعت إلى الجلسة؟ دكتور عباس؟ طيب، في كل الأحوال مشاهدي الكرام سنعيد تلخيص ما جاء في مسار هذه الجلسة إلى أن ينضم إلينا مرة أخرى الدكتور عباس شراقي، وهو أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية الذي بقي معنا مستمع للجلسة ليقدم لنا هذا التحليل في ختام هذه الجلسة عقدت برئاسة فرنسا وهي رئيس مجلس الأمن الدولي عن هذا الشهر. كلمة وزير الخارجية سامح شكري الذي عدد فيها رؤية مصر لهذه الأزمة، مطالب مصر إلى هذه الأزمة. نعم، إذا عاد إلينا، أؤجل هذه التفاصيل التي استمعت إليها لأعود إليه مرة أخرى، هو يجمل لنا من عين المتخصص أهم ما جاء في هذه الكلمة. الدكتور عباس شراقي أنت معي تسمعني الآن؟ أيوة أسمع حضرتك تماما. طيب دكتور، كان سؤالي مطولا ألخصه في التالي، ابتداء لماذا أعاد مندوب إثيوبيا في هذه الجلسة الكلمة بعد أن ألقاها في هذه الجلسة تعقيبا على كلمة وزير الخارجية المصري؟ هو حب يستخدم حقه، لأن وزير الخارجية المصري عقب على كلمته، فيعني الوزير سامح شكري قال الكلمة بتاعته وانتهت، وبعد كده انتقلت إلى مندوب السودان ثم مندوب إثيوبيا، وبالتالي طلب الوزير سامح شكري التعقيب السريع على كلمة إثيوبيا. فإثيوبيا أرادت هي الأخرى أن تعقب على كلمة الوزير سامح شكري، فده يعني ما فيهاش مشكلة، هذا التعقيب السريع حب يستخدم حقه يعني. لكن إدارة الجلسة إدارة ممتازة للغاية، والحديث الأعضاء بالكامل، يعني شفنا انصبت آراء كل المندوبين في الترحيب بنتائج القمة المصغرة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي وما وصلت إليه، وأن المفاوضات هي دكتور اسمح لي للمقاطعة هنا في هذه الجزئية على وجه التحديد، وهو ما لفت الانتباه في هذه الجلسة. الجلسة تعقد تحت مظلة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على وجه التحديد. كل من بدأ الكلمة منذ أن بدأها الرئيس الحالي فرنسا إلى أن وصلت إلى السيد سامح شكري والجميع يثمن دور الاتحاد الإفريقي، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن مجلس الأمن بيشجع الدول الثلاثة على مواصلة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مفيش مشكلة، لأن مجلس الأمن مش هو اللي هيقود هذه العملية، ووصلوا إن هناك تقدم في المفاوضات، وأنه تم تشكيل لجنة لصياغة النقاط العالقة خلال أسبوعين، وأنه اتخذ قرار بعدم اتخاذ اي اجراء احادي يعرقل من هذه المفاوضات او الوصول الى حل. فهذه نقطه مهمه، والجميع كررها
واعتقد ان يعني في النهايه سوف تكون هناك توصيه بعدم اتخاذ اي اجراء يقوض او يعرقل الوصول الى حل لهذا. نعم. وايضا يعني وهنا في هذه الجزئيه نحن نلوح او يعني نحلل الكلمات من خارجها، ماذا يعني ان تتخذ اجراءات؟ ما هي الاجراءات؟ هل هناك اجراءات غير توقف اثيوبيا عن الملء الى حين الوصول الى هذا الاتفاق؟ هل هناك يعني تفاصيل اخرى مرجوه؟ هو الحقيقه المقصود بعدم اتخاذ اي اجراءات هو الهدف الاول، هو هذه النقطه هي عدم الملء دون اتفاق. لكن اثيوبيا بتتحايل حول هذه الجمله وتقول ان ما قالتش عدم الملء، ولكن المقصود بهذه الجملة تحديدا هو عدم الملء، عدم اتخاذ قرار احادي من جانب اثيوبيا، وبالتالي في عملية الملء مفيش حاجة تانية اخرى. طيب دكتور، دكتور عباس يعني اسمح لي ان نتقاطع، نحن استمعنا كثيرا الى الكلمات وتحليلها واجب هنا. كل هذه الكلمات التي حاولت ان تقدم اما حلول او تأييد او تثمين للجهود ورغبة الجميع بان ينتهي هذا الامر بسلام، الحديث هنا عن الموارد المائية، مصر استندت إلى حجة وإثيوبيا ردت بحجة شبيهة. مصر قالت أن إثيوبيا تمتلك الكثير التي منحها الله إلى إثيوبيا، هذا نص كلمة وزير الخارجية سامح شكري، أن إثيوبيا منحت من الله الكثير من الموارد المائية، وأن النهر أو النيل الأزرق ليس هو المورد الوحيد. ومندوب إثيوبيا في هذه الجلسة قال أن مصر أيضا تمتلك، ولكن قال أنها تستطيع أن تحلي مياه البحار التي تمتلكها مصر. بصفتك متخصص في الموارد المائية، حجة الدولتين كيف تراها؟ يعني أولا مصر ذكرت إحنا النيل هو المصدر الوحيد تقريبا لمصر، إحنا بنعتمد عليه بنسبة 98%. إثيوبيا ذكرت إن مصر لديها مصادر ولديها بحار، إحنا عندنا بحار مالحة، وتحلية مياه البحر مكلفة ولا يمكن استخدامها في الزراعة، لأن تكلفة المتر تقريبا حوالي دولار، يعني 15 يعني تقريبا 15 جنيه. في الزراعة المتر المكعب بيجيب حوالي 5 جنيه، يعني استحالة إن أنا أستخدم مياه تحلية البحر في الزراعة، فطبعا ده خلط في الأوراق، إن أنا عندي بحار يعني معناها إن أنا عندي مياه، هذه أكذوبة طبعا. مصر ذكرت إن إثيوبيا لديها كميات كبيرة جدا من المياه، بالفعل إثيوبيا لديها 936 مليار متر مكعب من الأمطار. إثيوبيا بتزرع حوالي 100 مليون فدان، 100 مليون، مصر بتزرع حوالي 9 مليون فدان. ال 100 مليون فدان في إثيوبيا نصفهم مراعي والنصف الآخر زراعة مطرية. وتستهلك إثيوبيا حوالي 230 مليار متر مكعب. طب هذه الأسانيد العلمية دكتور عباس، هل من الوارد أو من الطبيعي أو جائز أن تقدم إلى مجلس الأمن كاعتماد كحجة لما تمتلكه إثيوبيا وما تحتاج إليه مصر في الفترة القادمة؟ هو يعني كل هذه الموضوعات بتفاصيلها موجودة أمام مجلس الأمن، لأن كل اللي ذكره الوزير سامح شكري موجود في خطابات فصل لمجلس الأمن، وكل اللي ذكره أيضا مندوب إثيوبيا موجود في مذكرة إثيوبيا، وهنا مجلس الأمن يعني هيطلع على كل هذا. لكن مجلس الامن ليس منوط بالتفاصيل العلميه وخصوصا في موضوعات مشاكل المياه، هو له بالشكل العام بالاطار العام. طيب هل وهذا الاطار العام، هذا الاطار العام ماذا لو صنف في نحن دخلنا في التفاصيل وتحليل الكلمات بالطبع، ماذا لو صنف انه من حقوق التنميه للدول وان الامر هو امر اقليمي على المنظمات الاقليميه ان تتولى اداره شؤون هذه الازمه، الى اي مدى بترى ان هذا التحول او الوصول الى هذه النقطه وصول امن للاطراف كلها بالطبع؟ اخوانا اعتقد ان مجلس الامن في جلسته اليوم يعني هيعطي الفرصه للاتحاد الافريقي ان يقبل، خاصه ان هو محتاج مده بسيطه، عايز اسبوعين عدى منهم اسبوع، فهيعطي الفرصه للاتحاد الافريقي ربما تصل، وفي نفس الوقت بيشجع الدول الثلاثه على التفاوض بروح فيها حسن نوايا والمرونه، يعني دي ضروريه، يعني في كثير من المندوبين يعني اكدوا على الوصول الى حل وسط، يعني ما فيش داعي ان كل طرف يتمسك بكل طلباته. فمجلس الامن هيتطلع ان يحصل تقدم في مفاوضات الاتحاد الافريقي، وخصوصا ان بقي لها اسبوع واحد فقط. دور مجلس الامن يتعظم مره اخرى في حاله فشل الاتحاد الافريقي للوصول
الى اتفاق او في حاله لجوء اثيوبيا الى بدء الملء دون اتفاق. هنا هيبقى دور مجلس الامن هو الدور الرئيسي دون النظر بقى للاتحاد الافريقي، لكن يعطي الفرصه وما زالت الفرصه، وسوف يعني يشجع الدول الثلاثه للاستمرار في المفاوضات. انا بشكرك شكرا جزيلا. الدكتور عباس شراقي، كنت معنا من بداية انعقاد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها مصر بشأن سد النهضة، وأنت أستاذ الجامعة.